مداخله يوم الاخ ابراهيم زول ذم غناس زول ديما ريم غناس ديما غناس اللي كيخي حاري شكدا دي تخليت السنة الأمازيغية 1966 منكم وعبركم أيتها الجماهير الشعبية أزوف على التحايش المجد والخلود شهداء المقاومة المسلحة أعضاء جيش تحرير يأتي في طليعتهم الأمير الشهيد مولاي محمد الذي قال إن كان لنا غاية في هذه الحياة فهي أن يعيش كافة البشر سواسية رغم اختلاف أجناسهم وعقائدهم وديانتهم. من هنا جماهير من هنا أيتها الجماهير الشعبية مرينا زو السورخ مولاي محمد مولاي محمد قاعد مشروع تحرر العالم مولاي محمد الشخص اللي ديها توارم في السوريين رمخزن يتحاول يتهمش ما يمي نهار نسن تاريخ مولاي محمد نسن تاريخ يمازيغان معانتني غنسن للمخزن من دين تيتيك يتاشع مني غنسن معانتني غنسن بلي المخزن من يخدم يتجوع يمازيغان خمان سنتام صغار ما حد واد سن الحقوق نسين ما حد واد كان غزال اش يسمعنا يا دماغنا خصنا غنشاه الوعي جاري غنشاه الوعي راه زري من المضايقات يجي وقع النهار اخت خليل وسكاسه ماينو وين تديش نجوز عظام مزيان ديال المضايقات يزيد يتعرض المناظرين الحركة بعد النوان الرأي العام من توقعين المتابعة البوليسية يجي توقعين المناظرين مهم على ايين مولاي محمد كما يقال انه معلم جيفارا وماو تسيتونج علم جيفارا في اساليب النضال في مصر وعلم رئيس المدرسة الشيوعية ماو تسيتونج مولاي محمد من تاح نخزر مخزن مني عمني قاضي مولاي محمد محمد بن عبد الكريم الخطابي المخزن قعاس العاليات الناس يجيتك ما حد يمازي غلوات سن التاريخ نسن مرة نوست على حاجة ضم الزيان تعليم الناس مولانا في مولاي محمد بن ميخاس السوارن خاص أرسيزيا من داسني مولاي محمد لمحمد بن عبد الكريم الخطابي من غنينا خاص قان خاص ولد في أجدير وقاد معركة نوال التي هزم فيها الإسبان ولا محمد ولد في أجدير ولكن شيخ الحيثيات نضالات مولاي محمد مولاي محمد مدرسة ورين داس مجلدات إذا يسورين دي مولاي محمد شين دير مخزن من أخي قاع رقز خرق في كشدا 21 يوليوز قال معركة أنوال يا بحداشي وسبانيو صافي جمع اللعب من يا شقة حميد انت صغوا الناس يقارش مولاي موحن اكا من يا لمني صغا سواها الفضل كل الفضل الاستقلال الشكلية غا خذيتها دي المغرب وغا تشاع اقاثي غا حزب الاحتقلال ماشي قلنا وما نخمس المداخلة الناس كامون جارسان زنزن المغرب ذي معاهدة سليبان زنوزان المغرب غادي حد الساعة وانا يسير استقلال واخا غادي يحكم من ذلك هو ابدا ما رانا شاني الجنقة رئيس الحكومة يخلي الانتخابات اللي ذي تتقل المسرحية اللي جارس الانتخابات ولا تحكم يحكم اسبانيو ذو فرانسيس يحكم ولا تحكم رذيج ما يمي مار من هي بعد وانت سن تاريخ النف
الاقصاء يتبني مزيغان لانه سنني مزيغان الاجيال دي قناكم حال اجيال ناس من تاريخ نسان اجيال مزيانان ناس من تاريخ نسان ما نتنغير يغير في المعادله الصعبه كي من مصر منايا الزوان سن تاريخ النار تاريخ النار وانت سنا مزروي النار وانت سمين يوقعن وانت سمين يوقعن ما حدا سمي لا اختي كرو خدر مخزن داني تاع ايت كا خدا مخزن السياسه اللي جوعك البك يتبعك منايا اختي كن داني تاع ما لقيتش الجوع ما هو اللي تجوع جوع عارف ما يمي قال سن جوع عارف أزوع مزيغ ما حدا ذلك سأخي الضفاء أخي قال لها حمواري ذنو شمعي الحقوق النار التعليم ذو المدخلة لقي قومة النار الصحة ذو الواقع تعيش تمسامان قراص قال الواقع تعيش تمسامان لا يختلف بالكثير في الواقع تعيش باقي المناطق ذي الريف لأنه يناجون السياسات فارق تسود أزونا لخصر هذا قسم خوان حجارات هذه المدخلة يا هذا عرش خير المسالة الأحداث السياسية قدوا قال هذا إنت يك الله يا ودي مرة قانا ديمقراطية وكورشي قاصل دوستور إدوا إيدي ديمقراطية يعرفين أنه حيتاش يصدقان اللغة الأمازيغية لغة رسمية في المغرب ما ليش هذه اللغة الأمازيغية للمدارس النار للحياة العمومية ما رد روحه هذا السور در ماني ما سمع زيطاش المنطقة ما سورت الشنو ما نتني دي البرلمان بين ألف لكواس كالمدخلة إجن برلماني سمع زيغت الوزير فماس كان داكس النواب الناس من يقاومة النخ تمين زي السوار إيوا الله يا ودي راك دينا الأمازيغية اللغة الرسمية في الدستور ما روا السن ذات حد غاد تحت غاد في مازيغ راك تاريخي مازيغان جات سند من تمين زي السوار أو مثلا أظهر شخصي خرج حادث يوقع والله يحز في النفس خرج حادث يقع حزب الاستقلال أو حزب الاحتقلال يبدر الصورة من الرئيس نسن الرمزي على الفسيق سمين زي سمو لاي موحد مع العلم انه ذلك الحزب يتشارك كبار عدو المزيغان يتحاول الذي يمشي مزيغان قارج قان كثات سواء مولاي موحد محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد المصالحي كمزيغان حتى سنتيت الجمعية الحقوقية ادرك بندخل اشكال يتبني مزيغان دي منايا قاخ يا إثمان غيك أخي حضان ذاني تا أشكواس ذا مينو أشكواس ذا مقاز 1966 قاغاز يخصى غان كفوس كفوس أنشى الوعي أنشى الوعي ماني ما مرر المخزن مرر المخزن يتعان ثا راوت إنشى ثا راوت بالزروتا شيلا نواجه سلوعي أنشى الوعي أنشى الوعي التاريخي مزيغان الأجيال تيكوان ما حدا نغير التاريخ وتشوفوا من عيش لي قديمان هذا عيش للاجيال اللي تيكوان ومن يقاخ ايوز يمر يا ايثمان.